kicking till I need new shoes. Yeah, yeah. I said, don't stop, don't stop, don't stop talking to me. Stop, don't stop, don't stop giving me things. صباح الخير مشاهدي الام تي في بلبنان بمختلف انحاء العالم. بتمنى لكم اكيد احد مبارك للجميع وصوم مبارك كمان للجميع، وبتامل انه هالاسبوع يكون مر عليكم حلو وتكونوا عم تحضروا لاسبوع كمان ممتاز بكل المعنويات يلي بيكون عندكم اياها، لانه دائما اسبوع جديد يعني مواجهات جديده دائما لازم نكون متحضرين لها. الاشخاص يلي يعني باعمائهم هن مميزين بيقدروا يشوفوا اكيد الاشياء مميزه، هذا الشيء بنعرفه كثير منيح. والاشخاص يلي مستعدين دائما لمواجهه كل صعوبات الحياه بيصيروا يلاقوا الصعوبات يمكن مش اهين، ولكن بيصيروا يلاقوها فعلا، يلاقوا لها حلول، يلاقوا لها كثير طرق لحتى يقدروا يتعاملوا مع هيدي الشغله كثير مهمه، بس مهم انه نكون عم نقدر دائما انه نتذكرها. نحن برنامجنا اليوم مواضيع عديده ومنوعه، اكيد مثل كل احد رح نروح مشوار، مشوارنا اليوم رح يكون على الكحلونيه، فكونوا معنا بعد هالوقفه. نحن بمشوار رح نروح على الكحلونية، على كحلونية شوف لنشوف قديه تبعد عن بيروت هالمنطقة الخضراء اللي كتير حلوة واللي فيها بعض الأثرات يلي مختلفة عن الأثرات الباقية بلبنان. أهلا وسهلا فيك سيد زياد صعب رئيس بلدية كحلونية. أهلا وسهلا فيك. ميرسي لك. يعني أنتم بتقولوا كحلونية الشوف تتميزوها عن كحلونية بحمدون أو كيف؟ الكحلونية عادة نحن الكحلونية بالنسبة لكحلونية بحمدون داير الكحلونية. نعم. يعني زايره أنا بفترة قديمة. فنسبة للدير كانت كحلونية، بينما كحلونية الشوف. بينما كحلونية الشوف بعود سكانها كانوا كتير يهتموا بصناعة الكحل. من شان هيك سميت الكحلونية. أهلا وسهلا فيك مرة جديدة وتحية لكل أهالي الكحلونية. قد إيه بتبعد عن بيروت كحلونية الشوف؟ تبعد عن بيروت 49 كيلومتر تقريبا. ويعني بتعلى قد ايه عن البحر؟ عن البحر في المنطقة أعلى منطقة فيها حوالي 1037 كيلومتر، بينما بوسط الضيعة حوالي 950 متر. نعم. رح نشوف نحن على كل حال بعد الصور ونشوف بالكحلونية مشوارنا كيف معقول يكون حلو وممتع. أكيد الطبيعة الخضراء يعني شغلة كتير مهمة بالكحلونية، بس كمان في بعض الأثرات يلي مش كتير سامعين عنها ولكنها مهمة كتير. هي عم نشوف هلا بعض الصور هون. هيدا منظر عام للضيعه، هي احدى نشاطاتنا مهرجان الكحلونيه بنعمله كل سنه، هي اول بلده، هي الطريق العام اول مدخل البلد، هي مش واضحة. كيف بنوصل على الكحلونية من بيروت؟ بنوصل على الكحلونية بنطلع من آخر الدمور. نعم. بنسلك طريق فرحيم، بعقلين أو دير القمر بيت الدين، بقعاتها الكحلونية أو بعقلين بقعاتها الكحلونية. 800 متر عن سطح البحر بلبنان، يعني مصيف. مصيف. هلا في صور هلا الثلج مقابلنا جبل الباروك. هذا التاج الأخير هلا اللي هذا مدخل البلد كمان. تنوصل بعدين للعين الأثرية اللي موجودة بالكحلونية. نعم. العين الأثرية رح نشوفها أكيد بعد شوي، هي عين بتعود لأي حقبة؟ يعني سنة 1888 تقريبا. نعم. نعم. شو بتخبرنا عن هالعين؟ العين هي موقع يعني مية شفة حوالي تجمع كله أبنية قديمة تراثية، وكانت العالم بالأول تركض تعمر حد العين مشان سهولة لسهولة المي طبعا. نعم.
هون عم نشوف على كل حال بعدنا كمان بالبلدة. هي أرما عندنا بوسط الضيعة بتبين لك كل البيوت التراثية القديمة اللي هي عين مثلا العين. في عندنا بيوت كلها من العقد، بيوت قديمة كمان بتعود لسنة 1906 1926. هاي العين ترممت العين أي سنة؟ ترممت العين سنة 2004. والعين هلا يعني فيها مي ولا صار فيها مي؟ فيها مي. فيها مي. منين توصل المي على المي؟ بتوصل من نبع من اعالي البلده، محضون بضمن اقنيه لحد مصب هون يعني. في كمان قصر اثري قديم بالكحلونيه. هذا البيت بيت قديم حولناه هلا نحن عم نحوله لمتحف، بدنا نسميه متحف الشوف السويجيني. لانه نحن قريه من ضمن قرى الشوف السويجيني، عندنا اتحاد بلديات. ليش بنقول الشوف السويجيني؟ الشوف السويجيني نسبة لقصر السويجيني. نعم، يلي موجود بالكحلونية. يلي موجود بالكحلونية. كمان رح نشوف صوره وبعد شوي، شو قصته هالقصر؟ هذا القصر عمره تقريبا حسب في عنا بعثة نحن صار لها 3 سنين بتطلع من وزارة الثقافة. نعم. يعني بتنقب عن الآثارات وعم بتبين القرى الغرف الموجودة داخل القصر. لحد هلا صاروا مبينين في 18 غرفة القصر. نعم. هذا بعود تاريخه حسب المؤرخين والدكاترة اللي عم يطلعون لسنة 2400 قبل الميلاد، يعني اللي بناه الملك أنطوخيوس الثالث عشر من خلفاء اسكندر المقدوني. نعم. وهلا بهذا الأثر عم يطلع عنا تقريبا أثرات من عملة، من فخار، من بعد في تنقيب يعني بعد في بعد لحديت هلا ما انتهت التنقيب يعني عنه. نعم. خلينا نشوف صورة القصر النسرين، قصر السويجاني بالكحلونية يلي هو طبعا قصر كثير مهم، لو انه يمكن لو انه مهدم مهدم بس بس تاريخه يعني قديم. نعم. كيف يعني عملكم او كيف استراتيجيتكم للمحافظة على الأثرات الموجودة؟ هلا هاي الأثرات اللي عم تطلع عم تنحفظ كلها بالمتحف بصيدا تابع لوزارة الثقافة يعني. يعني بتنشال من القصر ما بتبقى؟ بتنشال من القصر لأنه القصر كان رجمة أحجار، يعني من خلال 3 سنين 4 سنين. نعم. البعثة اللي عم تشتغل فيه. هون عم نشوف القصر، نقدر نعرف معالم القصر القديمة يعني علماء الآثار يلي عم ينقبوا بيقدروا. هيدا كله شغل جديد هلا نحن عم نعمله. ترميم المتحف اللي ما ننقل إليه الآثارات. هلا عم يجي الحفاظ عليها بصيدا اكيد، ولكن بالنهايه تمهيدا لنقلها لهذا المتحف بس ينتهي من بعد ما نقدمه لوزاره الثقافه يعني بطبيعه الحال. وانا عم شوف اكيد اجواء المهرجانات هاي المهرجان خلال الصيف. زياره البطرك للضيعه سنه 2011 واجواء المهرجانات الصيفيه بنعمل، بلشنا من سنه 2013 مهرجان صيف الكحلونيه الاول، كل سنه بنعمله. نحن ممتاز بعادات وتقاليد قديمة من الضيافة، وضيعتنا ضيعة من الضيافة كتير بقى، بتحسي هون بتشوفي انه كل سيدات البلدة بيجتمعوا بيعملوا منقيش، بيعملوا هريسة، بيعملوا شغلات وكلها مجانية. وهون عيد الميلاد كمان عم نشوف يعني صيفا شتاء موجودين لكن اهالي الكحلونية بالبلدة. في قسم بينزل على بيروت بس بالصيف تقريبا الكل فوق. او هالقد بتتلج ولا هيدي مش الكحلونية هون؟ بلا لا هالقد بيكون في ثلج، هيدي وقت الثلج مش السنة بتصور. ايه اكيد. هون عم جو كمان اجواء المهرجانات. في مزروعات معينة تتميز فيها الكحلونية؟ مصنوعات مزروعات مزروعات نعم. نحن اصلا كانت تنسب الينا الكحلونية حوران الثاني، كنا نهتم كثير بزراعة القمح ايام جدودنا. هلا توسع صارت اليوم مثلا نشتهر بزراعه التين، عندنا التين كثير طيب، العنب، الزيتون، يعني بالاضافه للاشجار المثمره الثانيه يعني من تفاحيات ولوزيات و... نعم. اهلا وسهلا فيك سيد زياد صعب رئيس بلديه كحلونيه الشوف، وتحيه لكل اهالي الكحلونيه. اكيد مشوار بيكون كثير حلو على هالمنطقه تنزور هالقصر وان شاء الله يكون مرمم ومتحف قريبا. ان شاء الله قريبا. و
بدي انتهز هالفرصة أنا وحيي محطتكم عبرك اللي هي في نسبة مشاهدين كتير عنا فوق للأم تي في، وبدي أشكركم. أهلا وسهلا فيك وتحية لكل مشاهدينا بالكحلونية وبالمنطقة كمان وبلبنان. شكرا لك مشاهدينا، واقف هلا أو منتبع لايف.